كابتن عفت انت لسه معايا، معلش طولت بس عشان لا انا تبقى سامع. في كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط. ليه ده الراجل بيقول كلام زي الفل؟ ان الاتحادات اللي بتحدد بدايه الموسم طبقا للدوري بتاعها، مش الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ليه ما قالش مواعيد الافريقي، بترسل ما فيها. قالش الافريقي. الاتحاد الافريقي بيرسل، هو الراجل ما قالش بيرسلك الافريقي، المواعيد. هو ما انا بيقول لا، ان هو بيقول لك الموضوع ده، الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لا لازم هو تبعتهم. يقصد يا اولا هم كابتن، ما لهمش دعوه بالجزئيه دي لا اصلا، يا انا قريتها كابتن، اصلا. هم ليهم المواعيد الخاصه بالبطولات، ان يكون الفرق خلاص ايوه بس جهزت. دلوقتي ماشي، القيد يا كابتن مرتبط بسيستم مع الاتحاد الدولي دايركت، مع الاتحاد اللي هو الدولي. اسمه، لما انت اللي بتفتحه، اللي هو التي ام اس، انت بتطلب ايوه من الاتحاد الدولي اذا ايوه كان، مجرد طلب بس. ما هو ماشي. ما انما الراجل هو بيقول ما لك يقولكش امتى ومش امتى، دي واحده. يعني ايه ما بعد يقولكش كده امتى ومش الثانيه، امتى؟ مش انت بتطلب استثناء يا كابتن؟ ما لا انت في الوقت ده، انت لو قلت هفتح دلوقتي 1/7 القيد، الاتحاد الدولي بيقول لك سمعا وطاعه، ابعت بس. لا انما يا كابتن لازم تقول له ليه؟ ما انت لما تفتحه 1/8 هتقول له ليه؟ لا 1/8 ده العالم كله، لا مش العالم كله، كل بدليل الدنيا ان احنا يا استاذ شبانه، بدليل ان احنا بنيجي في البطولات افريقيا في فرق بتبقى بتلعب قبلنا بقالها كام شهر، واحنا لسه الدوري ما مبدأش هو عندنا. ايوه ده بيبقى معروف دورياته كده كده مستثناه. امال انت بتبعت ليه؟ طب بتبعت انت بتسير كاتحاد مصري زي الدول الطبيعية. السنه واحد اللي فاتت تمانية السنه اللي فاتت بعت ليه الاسماء بتاعت الفرق اللي بتلعب في افريقيا في شهر 7؟ ما هي يا كابتن انت بتطلب استثناء، ما الراجل قال لك هنعمل ده ايوه بس احنا والراجل محتاجين ما اتكلمش، الراجل بيقول لك الحاجه اللي بعد اتفق مع الاستاذ جمال ايوه علام الحاجه اللي بعد واتفق. كده الحاجه اللي بعد كده ان اللوائح في الاتحاد بتتغير. واعتقد ان معالي النائب كان موجود في الفتره اللي كان كل الانديه ما هو مضت ما اتكلمش، الراجل قال لك هنعمل. ايوه زعلان، هنعمل. انت لا زعلان لا ليه؟ لا لا مش هنعمل، لا يعني هو بيقول لسه هنشوف. لا انت يعني لا انا ما اسف يا يعني، كابتن مش دي يا كابتن قرار، وفي مجلس للاتحاد، ده بص بص وفي لجنه انا شؤون اسف اللاعبين انا اسف. هتشتغل، وفي سيستم اي حد او لو الاتحاد ده رفض ان مش هيرفض الموضوع يا ده كابتن، يتم، الراجل قال لك هيتم. ما انا بقول لك ان الموضوع ده يتم، اعتقد ان الناس دي يعني بتهزر. الامور تختلف. طيب لكن بتهزر طبعا. لو تم تقول لهم شكرا. ما لازم اقول شكرا، تمام لان حصل خلاص قبل كده ان احنا غيرنا اتفقنا، ما احنا السيستم في اتفقنا نص الموسم، ماشي غيرنا السيستم في نص الموسم خلاص، انا مش في اخر اتفقنا الموسم. لو تم تقول لهم شكرا. طيب طبعا لازم اقول شكرا انا طبعا. بس الاهم من ده يا كابتن مش فتح ايوه القيد، الاهم برضو الزمالك هيقيد مين؟ يعني في دلوقتي في 4 لعيبه او 5 لعيبه موجودين خلاص. زي قولهم لي نقولهم محمود علاء، محمود علاء راجع. اوباما، ايوه اوباما، اوباما راجع كويس ماشي، حمدي علاء، حمدي علاء راجع من البنك الاهلي، ثلاثة ادي ثلاثة ثلاثه هما كده كده اولاد ماشي. الزمالك. ايوه ما انا بقول لك يعني ادي تمام دولت تمام اضافه كويسه. تمام في دلوقتي في طبعا يعني في 3 لعيبه تاني موجودين في الدوري، اعتقد الانديه بتاعتهم ممكن مع الامور دي تخلص الايام مين دي. بقى؟ لما يخلصوا في انا هقول كلام لك على اول واحد محمود والله. حمادة من فاركو، ده واحد وفي وفي مهاجم كلام كويس عن قوي. جون ايبوكا ممكن لا يرجع على غيره الزمالك، غيره غيره لا في مهاجم تاني كويس بس غيره. الكابتن حلمي طولان قال اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. والله كابتن حلمي، انا دلوقتي اسف كابتن هتتكلم على حلمي، الكابتن حلمي؟ كابتن حلمي ده كابتني واخويا اهو الكبير. هاتولي الخبر يا جماعه، تصريح الكابتن حلمي. ايوه انا عارف، هو اخويا الكبير بس. لما اجي لما يجي يعني، انا اسف يعني كابتن حلمي. اولا النادي انبي ده مش بيتك انت هات يا ابني حضرتك. تصريح الكابتن حلمي طولان. انا جبته وسمعته. انا بقول لك، لا انا بقول له نادي انبي ده مش بيتك، حضرتك جاي بتقضي مهمه. لو مجلس الاداره وافق وانت مش موافق كابتن حلمي مش في انبي، هيبيعوك. كابتن حلمي في سيراميكا. في سيراميكا لو هو النادي وافق وانت ما وافقتش، لا النادي هيعمل اللي هو عايزه. فكان تصريح خبك يعني. يلا يا شباب انا بعت الخبر دلوقتي. ايوه انا عارف، انا بقول لك انا عارف، بس انا زعلان من كابتن حلمي، لان احنا محتاجين نتضافر يا كابتن حلمي. يعني ايوه بس في الاخر هو ده يا في كابتن وانت يا كابتن على كابتن عيني وعلى عفت، انت راسي. لو حضرتك انا دلوقتي مدير فني لسيراميكا مثلا، ايوه وجون النادي ايبوكا النادي عايز النادي يبيعه. قال لك انا عايز احتفظ بيه، هتقول له لا والنبي اديه للزمالك؟ لا النادي مش كابتن حلمي، النادي. طيب عشان كده انا بقول لكابتن حلمي حضرتك وقت وبتمشي، فليه تخسر جمهور انا الزمالك؟ زملكاوي بس اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. لا هو ما بيقولش انا زملكاوي، هو بيقول هو مش محتاج يقول كابتن حلمي، هو عرفت نصار محتاج يقول ان هو زملكاوي؟
لا بس انا كان نفسي يعني هو يعني خانوا التعبير، اكيد خانوا التعبير طبعا، انا واثق من كده لان انا عارف كابتن حلمي زملكاوي كبير جدا وبيحب النادي قوي، بس خانوا التعبير، انما كلنا ولاد النادي وكلنا نحب نقف جنب النادي واحنا في اي مكان، لان انتمائنا واصلنا نادي الزمالك، واللي ملوش كابتن اصل حلمي، ملوش حد خالص. كابتن حلمي راجل زملكاوي اصيل زيك كده، ما انا بقول لك ومحدش هو خانوا هيزايد التعبير، على هو خانوا زملكاويته. التعبير، هو خانوا لا يا التعبير كابتن، بس هو يقصد ان الراجل ده لعيب ممكن يبقى موجود في سيراميكا والنادي بتاعه عايزه، ما يقدرش ان هو يفرض على النادي انه يمشي. عموما دي نوايا مش هنخش فيها، لكن لا حد أكيد. هيزايد على كابتن حلمي وزملكاويته ولا عليك انت كعفة نصار وزملكاويتك. كابتن عفة شرفتنا ونورتنا، شكرا شكرا اشكرك شكرا جزيلا.